إن حضوركم اليوم في جمعنا لدليل قوي على صلابة الروابط وقوة الطموح لمستقبل مشترك يشرق بالأمل في بناء مغربنا العربي الكبير وتحقيق حلم ضحت أجيالنا المتعاقبة من أجل تحقيقه. وبخطوتكم الجريئة الجامحة اليوم يتجدر في وجدان أبناء هذا الجزء من المغرب العربي الكبير بأن رهاننا عليه منوط بإرادة شاباته وشبابه وقدرتهم على خلق الوعي والفعل لأن يظل مطلب قيامه مرتبطا برهاننا الكبير على تحصين مجتمعاتنا من الفتن وتأمين تجارب بلداننا السياسية من الانزلاق والتراجع.